هاي، كيفكم؟ اليوم بدي احكي لكم عن كتاب كثير كنت متحمسه اقراه لاني حبيت كتاب الكاتب الاول كثير، اللي هو كتاب كونداليني للكاتبه ميرنا الهلباوي. اوكي، هلا اذا قراته مر مثل القهوه، حلو مثل الشوكولا، راح تفوتوا على السريع بجو كونداليني لانه نفس الكاركترات نفس الشخصيات. انا يعني ما بعرف، الناس ضلهم يحكوا انه هي روايه، بس انا ما بشوفها روايه، انا بشوفها ميموار، يعني مذكرات شخصية للكاتبة. هي بتغير أسامي الشخصيات وهذا حقها، بس أنا كل مرة بقرأ بحس قد اللي بتكتبه شخصي جدا. بحس رواية بصراحة إهانة لإلها، هذا لازم يكتب عنه مذكرات. فهلأ مر مثل قهوة حلو مثل الشوكولا، بتحكي لنا ميرنا كانت عن رحلاتها ووقوعها في الحب مع أدهم، صح؟ بتحكي لنا عن صداقتها بشمس ورغبتها ومكافحتها بالعمل، صح؟ هلا هون كونداليني بتيجي تقريبا بعد سنتين من الاحداث اللي صارت في مر مثل القهوه حلو مثل الشوكولا. تنتهي القصه انه ميرنا اخيرا بتكون مع الشخص اللي بتحبه. هلا هون ميرنا بتكون اكشولي هي وهذا الشخص تجوزه اللي هو ادهم، اوكي؟ بس بتكون علاقتهم جدا متوتره، جدا تعيسه، وجدا بيشوبها التوتر الشديد. غير هيك بتكون هي حاسة بالفراغ ناحية كل إشي، بتكون بطلت تكتب، حاسة بتنشن خرافي، حاسة بعصبية خرافية، حاسة إنها عايشة بروتين مش قادرة تكسره. وبيكون هذا النوع من الاسترس، القلق الكتير شديد، كله بينزل على آخر ظهرها. بتحس دائماً إنه ظهرها بيوجعها، all the time ظهرها كتير بيوجعها. فبتجرب كل إشي، بتجرب الأدوية، بتجرب المساج، بتجرب كتير أشياء، وبتضلها تحس إنه بالعكس الوضع عم بيصير أسوأ. فبيكون في عندها زميل بالبنك اللي هي عم تشتغل فيه اسمه عمر، بيكون عمر انسان كتير دائما سعيد وكتير هيلثي. فبيحكي لها في رحله على الفيوم زي معسكر لليوغا، اذا بتحبي تيجي يوغا ورك اوت. فبتقول له انا ما بعرفش العب يوغا وما بحبش هاي الحركات. بتقول له انا اصلا ظهري كتير بوجع، كيف بدي اروح العب يوغا؟ فبقولها تراست مي، الاستاذه تبعتنا اسمها كيارا رح تساعدك كتير، رح تحسي كتير بتحسن. Oh, by the way, أنا كتير بحب اليوغا. I promise you, it's really good for you. Okay. فبتروح actually ميرنا بتقرر بعد مشكلة بتصير بينها وبين أدهم وشمس إنه تفوت تروح هذه الرحلة على الفيوم اللي كلها ويكند واحدة. Okay. لما بتروح هناك بتكون كتير ساخرة من كل إشي. مش جاية بالها تفوت وتشارك، بس هيك يلا let's do it. اللي بيفاجئها وبصير انه باخر الحصه الوجع في اخر ظهرها بيخف. هذا الاشي بيثير اهتمامها لانها لاول مره من تقريبا فتره طويله حاسه شوي بالراحه بجسمها. المهم بتروح هيك بعيد عن المعسكر بتدخن، بيكون معسكر ما فيه موبايلات، ما فيه يعني اي صله في العالم الخارجي عشان الانسان يفوت في مرحله عاليه من الريلاكسيشن. فبتيجي الأستاذة تبعتها وبتحكي لها إنه أنا حابة تيجي على المعسكر اللي في الهند، هاي رحلة كتير أطول وكتير فيها يعني بحث عن النفس أكبر. فهي بتحكي لها إنه يعني ما بعرف أنا مو مهتمة وهالحكي هذا كله. بتقولها anyway هذا رقمي، إذا غيرتي رأيك تعالي الرحلة، حكت لها إمتى رح تكون and go for it. المهم بتروح على البيت مرة تانية، برجع التنشن، برجع التعاسة، بترجع المشاكل بينها وبين زوجها، وبتضلها تحس إنه something is wrong بس هي مش عارفة تحط إصبعها عليه. وغير هيك طبعا هي مخنوقة انها ما عم تقدر تكتب، اي كاتب او انسان creative بالعالم لما يبطل يقدر يطلع his creativity بحس بالتعاسة وبالخنق. اوكي، فبتروح بتقرر رغم انه يعني الرحلة كتير طويلة اشهر انها تاخدها، مع انه هذا ممكن يدمر كتير اشياء، شغلها اللي هي اصلا ما بتحبه وبيعملها ضغط، وعلاقتها المتوترة مع زوجها. بتقرر تاخذ الرحله للهند. بتروح هناك وبتبدا المس تعلمهم وضعيات اليوغا بطريقه بروفيشنال اكثر، بس بعدين بتفوتهم بعالم الشاكراز. هلا الهندوز بيؤمنوا انه الانسان في عنده زي ما نحكي مفاتيح الجسم، دوائر معينه فيها دوائر طاقه بتبدا من اعلى الراس وبتنتهي في تحت الظهر تقريبا. اوكي، الشاكراز هاي كتير ناس
بتجاهلوها او بنسوها وبمرضوا كثير منها لما يسكروها. هلا انا بعمل كثير في علم الطاقه جدا جدا جدا. علم الطاقه كثير مهم تفهم كيف جسمك بيشتغل، ليه بيصير تعيس، ليه عندك بيصير صداع مرات او وجع بالمعده او اشياء. دائما بيكون فاكتور انك ناسي عضو معين. هلا الهنود او الهندوز بيامنوا انه الشاكراس المربوطين بجسمنا مربوطين في حياتنا الروحانيه وحياتنا اللي بنعيشها كل يوم، ولما نتجاهل شيء معين بنصير تعيسين، بنمرض، بنصير غير اصحاء لسبب من الاسباب، يعني انه لازم يكون كل واحد يعني قصته غير عن الثاني. فالمنطقه اللي مسكره لنحكي عند ميرنا بتكون في اخر ظهرها، هاي مش جزء من الشاكراس، هذا الشيء لحالها اسمها كونداليني. فاخترت احكي لكم شوي عنها. اوكي، الكونداليني في الهندوسية هي طاقة كامنة في أسفل العمود الفقري على شكل دائرة ملفوفة حول نفسها، طاقة مقدسة ومؤثرة جدا. يؤمن الهندوس أن هذه الطاقة أو هذه الدائرة قد تؤدي إلى تحرير الروح من كل الهموم والآلام. فطاقة الكونداليني تقع في هذه الدائرة. هذه الدائرة قد تتعقد نتيجة لتجاهل الإنسان لتدريبات الروحية والتأملية وتركيزه فقط على المادة في الحياة. يعني لما نركز كتير على المادة وننسى أشياءنا اللي بتخلينا سعيدين بنصير تعيسين. أوكي؟ تجاهل نفسه والتركيز فيما حوله فقط، كلما تعقدت هذه الدائرة تسببت في الآلام النفسية والجسدية. من المفترض أن تكون هذه الطاقة الكونداليني حرة تتجول من أسفل ظهرك إلى أعلى رأسك عن طريق دوائر طاقة محددة في جسدك. دوائر الطاقة هي 7 تسمى الشاكرا. كل شاكرا تمثل شيئا في حياة الإنسان. شاكرا تمثل الأمان وأخرى الحب إلى آخره. إذا اختلت شاكرا من الشاكرات تتسبب في ألم نفسي يتجاهله عادة الإنسان إلى أن يتفاقم. هلأ أنا بقدر أكمل لكم but there is no point. Read the book. Okay. So هذول الشاكرات زي ما قلت لكم كتير مهمين، وأنا كتير بعمل بهذا الحكي. كل فترة كنت كتير تعيسة أو عندي ستريس بحياتي لسبب معين، برجع بعمل جلسات تأملية، برجع بعمل يوغا، برجع بفهم ليه أنا متضايقة أو كيف بدي أحل هذا الإشي. صحتي بتتحسن، شكلي بيتحسن، نفسيتي بتتحسن، بصير كتير أكتر عندي زي توازن وتفاؤل في الحياة. This is real 100%. المهم ميرا لما تروح هاي الرحلة بتكون المس طلبت منهم إنه بعد ما يركزوا على شاكرا معينة في بوزيشن معين اللي هو زي وقفة يوغا معينة، يعني أوكي، لازم بعد ما يخلصوا يكتبوا زي دايري او رساله او وات ايفر، اوكي، انه يفهموا ليه مثلا هذا الاشي عندهم كان مسكر او مخنوق. فهمتوا علي ولا لا؟ فميرنا بتكتب رسائل لناس كان عندهم تاثير يمكن سلبي في حياتها او احداث معينه صارت اذتها شخصيا وضلتها معلقة وعمرها ما قبلت تحلها أو تواجه هذا الإشي اللي صار معها. الأشياء اللي بتحكيها زي دائما كتير خاصة، كتير حلوة، كتير بتخلي الإنسان نفسه يعني زي الذكريات تبعته تولع وتشتغل، يصير عنده ناحية من المواجهة مع الذات. هلا أنا مثلا إنسان شخصيا أنا كتير بعمل هذا الإشي، كتير بحاول دائما ألاقي حلول لحالي وبرجع لورا وبعالج هذا الإشي فيه. إيش مكان دائما بحاول ألاقي طريقة أوصل لمرحلة سلام داخلي. اكتشفت إنه كتير ناس بكره يواجهوا حالهم، بكره يواجهوا الأشياء اللي بتصير في حياتهم، عشان كتير بيكونوا تعيسين، عشان بيكون كتير عندهم ستريس، وكتير بيكون عندهم bad energy بيطلعوها على كل اللي حواليهم. It's very important تواجه إيش بتحس وليه بتحس هيك، وتحل هاي الذكريات لأنها صارت في الماضي والماضي هلأ ما بيقدر يأذيك. لازم تحاول تفهم هذا الإشي، تحاول تمشي في المستقبل. كثير مهم انه عشان تفوت اشياء منيحة في حياتنا نكب الباد انرجي، نكب الذكريات السيئة عشان ترجع كثير منيحة تفوت بحياتنا اشياء حتى احنا ما تخيلناها. المهم في نهاية الكتاب في حالة معينة، هاي حالة لنحكي عالية جدا جدا من المديتيشن، مش كثير ناس بوصلوها، مير ما بتوصلها في الكتاب، بتوصف لنا اياها، بتوصف لنا شو صار معها وشو صار لما نامت وشو حلمت وشو شافت. هاي الحاله من الصفاء الذهني العاليه جدا بتفتح عميرنا مشاعر عاليه بالخفه والصفاء. ليه؟ لانها تخلصت من كل إشي ضايقها وخنقها. وطبعا شو بيصير
بصير تكتب كتير، بصير الكتابة تنزل، تكتب 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 تكتب، ترجع عند أدهم، وهنا بيكون زي ما حكي التويست في القصة وبتواجهه. ف it's a beautiful book. دائما بتبهرني ميرنا من كتر ما هي إنسانة شفافة وطبيعية وصادقة. يعني هي ما عم تحكي لك تحبها أو ما تحبها، تحترم حياتها أو ما تحترم حياتها، هي هيك. Take it or leave it. I love that about her. Okay. يعني أنا ما بشوف إنه الإنسان لازم يمر بنفس التجارب عشان نحس في بعض. You know what I mean? قرأت مثلاً reviews غريبة كتير، أو قرأت لناس أشياء غريبة كتير بنتقدوها أو بنتقدوه ناس من القصة والناس بحواليها بحياتها الشخصية. أنا بشوف هذا الإشي ما إلك دخل فيه، أنت مو عايش حياتها الشخصية، هي اللي عايش حياتها الشخصية. So إذا هي حابة تشارك قصة فهي كاتب، هي إنسان creative، she needs to do that. Okay. أنت تقدر تشوف إيش تقدر تستفيد من تجربتها. That's all. أنا بالنسبة لي she's definitely one of my favorites. يعني seriously صرت لما أشوف اسمها أي شيء دائما أحكي I want to read it so badly. It's a beautiful book. بحب الكتير الكالر اللي اختارته للكفر، اللي هو زي الأورنجي أو الأحمر الناري. أورنجي ناري، أورنجي. Yes. It's like a beautiful, full of life. You know. أنا هاي الألوان كتير تجذبني. So yeah, read it. وإذا قرأتوا احكوا لي شو رأيكم، وبتحبوا اليوغا أو بتمارسوها، وشو تجربتكم الشخصية معها. Bye.